النهاردة طبعاً كلنا وكل عشاق الساحرة المستديرة وكل جماهير الكرة المصرية بتنتظر مباراة منتخبنا الوطني الأولمبي أمام باراجواي، واللي هتتلعب النهاردة إن شاء الله الساعة 8 مساءً ضمن منافسات ربع نهائي منافسات دور الألعاب الأولمبية بباريس 2024. طبعاً مباراة مهمة جداً والعيون كلها بتتجه إلى هناك. مباراة صعبة مفيش كلام، هنعرف تفاصيل أكتر مع اللي هيكون معانا على الهواء دلوقتي ضيفنا الأستاذ عثمان إبراهيم الناقد الرياضي. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم طبعا وكل السادة المشاهدين. يعني ماتش مهم جدا بعد الفوز التاريخي والاستثنائي على إسبانيا، سقف الطموحات ارتفع، كلنا بنحلم كده إن شاء الله منتخبنا الأولمبي يرجع من أولمبياد باريس 24 بميدالية ذهبية. مباراة مهمة، منتخب الباراجواي النهارده هنلعبه ازاي هيتعامل ميكالي مع المباراه؟ اعتقد فعلا هي المباراه هي الاهم حاليا في اولمبياد باريس. انت خلصت مرحله المجموعات، مرحله تجميع النقاط، مرحله ممكن تعوض فيها لو حصل اي اخفاق، بدليل ان احنا لما تعادلنا اول مباراه قدرنا نفوز بعد كده مباراتين وتصدرنا المجموعه لاول مره في تاريخ مشاركات مصر في الاولمبياد نتصدر المجموعه ونتاهل كمتصدرين ليها. خلاص قفلنا صفحه اسبانيا بالتاريخ اللي كتب، كل ده خلاص بقى ده تاريخ، دلوقتي انت محتاج تكتب تاريخ جديد. تمام. منتخب باراجواي منتخب كان تاني مجموعته، يمكن بدا البطوله على فكره بخساره 5-0 امام اليابان، لكنه عاد فاز بعد كده 4-2 و1-0، فبالتالي فرقه لازم نكن لها كل احترام ان هي عادت من بعيد، واي فرقه كانت ممكن تخسر 5 في اول لقاء يحصل لها هزه او كده، ولكن الفريق عاد مره ثانيه ووصل كوصيف بجداره لمجموعته. فلازم يكون في احترام كبير جدا جدا للمنافس بتاعك، وفي كل الاحوال منتخب باراجواي هو ثاني منتخب في امريكا الجنوبيه، صعد وصيفا للارجنتين وكان متفوق على البرازيل، يعني فرقه متفوقه على البرازيل في التصنيف في امريكا الجنوبيه في هذا السن، معنى كده ان هو فريق قوي وليس ولا يستهان به. طب يمكن ايه اخبار تاريخ لقاءاتنا مع باراجواي؟ لو كده اتكلمنا يعني تاريخ لقاءات المنتخب الاولمبي مع باراجواي قبل كده. لا التاريخ ما فيش مواجهات مباشره كتير بين مصر وباراجواي، لان طبعا الفكره الصعوبه اللي حصلت ان انت مش بتقابل المنتخب ده كتير، يعني حتى وصولهم لكاس العالم قليل، احنا وصلنا بيكون في فترات معينه، ما فيش مواجهات مباشره كبيره او كتيره بين الفرقتين. وخليك من حاجه عشان برضو كلمه تاريخ مواجهات مباشره دي كلمه مطاطه، لان ده برضو يكون حاجه قديمه، بمعنى صحيح. احنا اسبانيا قبل الماتش اللي فات تحديدا كان مصر واسبانيا كان في 6 لقاءات احنا ما فزناش ولا ماتش على مستوى الشباب والمنتخب الكبير والمنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي تحديدا مع اسبانيا كنا خساره وتعادل، فانت غيرت معطيات التاريخ، فانا تاريخ مواجهات ممكن ما اعتمدش عليه قوي، ولكن اعتمد على الواقع الحالي. منتخب باراجواي سجل 5 اهداف في دور المجموعات. صحيح. 3 من 5 كان سجلهم اللاعب مارسيلو فرنانديز، الحمد لله ان اللاعب ده خد انذارين خلال مباراه دور المجموعات وبالتالي هو موقوف النهارده. في معطى ثاني مهم جدا، منتخب باراجواي طبعا الناس كلها متابعه ان منتخب مصر كان بيلعب في بوردو مع اسبانيا، وسافرنا الحمد لله اتحاد الكوره موفر طياره خاصه، الفرقه سافرت على طول ثاني يوم من بوردو لمارسيليا اللي هتلاقي فيها المباراه، ملعب بلودروم طبعا في مارسيليا، سافرنا يوم الاربعاء، اللعيبه خدت استشفاء واتمرنوا امبارح. منتخب باراجواي كان بيلعب في باريس مباراته الاخيره مع مالي، وراح لمطار باريس مرتين عشان يسافر من باريس لمارسيليا يوم الاربعاء، ولكن فشل السفر بسبب مشاكل تنظيميه في البطوله. عايز اقول لك ان المنتخب الباراجواي سافر امبارح فقط الى مارسيليا، يعني بعد ما فشل السفر مرتين يوم الاربعاء سافر امبارح وصل تقريبا اخر النهار لمارسيليا، ولكن مدرب باراجواي بيحاول يحفز لعيبته يخرجهم من حاله الزعل او الغضب. صحيح. ان هم في حاله يعني احباط كده واجهاد للاعيبه او في صفوف لاعبي باراجواي. عايز اسال حضرتك، وحضرتك قلت كلمه جميله من شويه، يعني احنا بنكتب تاريخ جديد، ما ننفعش نقيس المواجهه ما بين مصر وباراجواي بمواجهات سابقه، لانه في تاريخ جديد ان شاء الله بيكتب او هيكتبه لنا المنتخب الاولمبي. هسالك عن ميكالي، هل ميكالي قادر على تحفيز اللاعبين في الماتش ده، اللعب بنفس المستوى اللي احنا شفناه في مباراه اسبانيا، وتوقعات حضرتك بالنسبه لتشكيل النهارده؟ جميل جدا السؤال ده، عشان الناس لو خدت بالها احنا بدانا البطوله امام الدومينيكان كان مستوانا مش جيد، خلينا نعترف كنا مستوانا سيء جدا جدا، لكن ماتش باكستان في كان في تحسن ولو بسيط عن ماتش الدومينيكان، لكن في ماتش اسبانيا كان البيك او اعلى حاجه وصلنا لها بشكل كبير، مع ان الناس تقول لك اسبانيا كانت ماسكه الكوره، لكن الناس اللي بتقرا احصائيات في كرة القدم اسبانيا كان معاها كوره بنسبه اكبر من مصر، ولكن الفرص الخطيره كانت منتخب مصر اكثر، والفرص التهديفيه كانت عندنا اكثر كمان. محتاجين نبني على النقطه دي او البوينت دي، ان احنا
لما تكون الكرة معانا بنروح للجون بشكل مباشر، وبنقدر ان شاء الله نجيب فرص خطيره ونقدر نسجل. مهم جدا الفرصه في دور الادوار الاقصائيه زي دور الثمانيه، الفرصه لا تعوض، الفرصه ذهب، لازم تستغل الفرصه عشان تفوز. وعايز بس نقول حاجه مهمه جدا جدا، الناس تقول لك عايزين نوصل مربع ذهبي، طبعا انا مش اقل من اي انجاز، ولكن منتخب مصر في التاريخ خد قبل كده مركز رابع مرتين في منافسات الرجال في الاولمبياد، ان شاء الله ان شاء الله مبدئيا عايزين نوصل مربع ذهبي، والمرحله الثانيه من الحلم بتاعنا ان احنا ان شاء الله نجيب ميداليه. مش عايز افكر في فرنسا والارجنتين قبل النهائي، انا عايز افكر في باراجواي ثم باراجواي ثم باراجواي، اعدي المرحله دي بعد كده لكل حدث الحديث. طب زيزو والنني وحاله الدفع، حتى زيزو لما اتكلم بعد المباراه مع اللاعبين، زيزو النني خط الهجوم، شايف التشكيل هيبقى عامل ازاي، واللي نقدر نراهن عليه ان شاء الله في ماتش النهارده؟ قبل ما اقول التشكيل، زيزو قال كلمه مهمه جدا بعد ماتش اسبانيا، لما يكون كسبان اسبانيا لاول مره في التاريخ ويخش اوضه اللبس ويقول للعيبه انا والنني جايين هنا عشان احنا واثقين فيكم ومصدقين في امكانياتكم، وقال احنا لسه ما عملناش حاجه. هي دي النقطه المهمه، احنا لسه ما عملناش حاجه. لان اللي قبل كده وصلوا دور الثمانيه، احنا على فكره في 2012 وصلنا دور الثمانيه خرجنا من اليابان، والبطوله اللي فاتت طوكيو 2020 اللي كانت في 2021 وصلنا دور الثمانيه وخرجنا من البرازيل، فاحنا لسه ما عملناش حاجه. فان شاء الله النهارده نعمل حاجه على الصعيد الهجومي. خلاص اعتقد في استقرار، ميكالي مش هيغير تشكيل، الحمد لله اللعبه كلها جاهزه باذن الله. بنسبه كبيره هتلاقي زيزو جناح يمين، ابراهيم عادل جناح شمال، واسامه فيصل في النص. اعتقد ان شاء الله النهارده اتمنى اسامه فيصل، يمكن لسه ما كانش موفق في الماتشات اللي فاتت. ابراهيم عادل بسم الله ما شاء الله يعني نجم، ظهر في المباراه اللي فاتت بتسجيل هدفين، وعايز اقول لك ان ابراهيم عادل صورته تصدرت كل الصحف الاسبانيه بعد تألقه في مواجهة أسبانيا. إن شاء الله النهاردة أسامة فيصل كمان وزيزو يعملوا حاجة مختلفة ويقودوا منتخب مصر، لأن العين هتكون على إبراهيم عادل. فرصة كبيرة لزيزو وأسامة فيصل إن هم يعني يجتهدوا هذه الفرصة، وإن شاء الله يقودوا منتخب مصر لدور قبل النهائي. كمان يعني في نقاط قوة كمان، حمزة علاء حراسة المرمى، شفته إزاي خلال الماتشات اللي فاتت؟ ما شاء الله عليه، حمزه علاء دخل في طبعا مرمى هدف واحد فقط، يمكن في اخر دقيقه في دور المجموعات بعد ما حافظ على شباكه حوالي 269 دقيقه. يمكن منتخبين بس ما دخلش فيهم اهداف، فرنسا واليابان. منتخب مصر ثالث اقوى هجوم وثالث اقوى دفاع، اسف. وبالمناسبه المنتخبات الثمانيه اللي وصلوا دور الثمانيه زي ما قلت لك فرنسا واليابان فقط اللي هم لم يتلقى اي اهداف، بعديهم على طول منتخب مصر تلقى هدف واحد. معنى كده ان احنا ما شاء الله دفاعاتنا من اقوى الدفاعات، عندنا حارس مرمى بسم الله ما شاء الله عليه حمزه علاء عامل مستوى كبير جدا جدا جدا. اتمنى ان اولمبياد باريس 2024 تبقى فتحه خير للاعيبه كثيره موجوده في هذا الجيل، ان هم ان شاء الله بعد كده يبداوا مشوار احتراف اوروبي محترم خلال السنوات الجايه ان شاء الله. بشكرك دكتور عثمان ابراهيم الناقد الرياضي، كل قلوب المصريين النهارده مع منتخبنا الاولمبي في اولمبياد باريس 2024 الساعه 8 مساء، المواجهه مع باراجواي. ان شاء الله نتخطى باراجواي ونتقدم للدور اللي بعده ونرجع بميداليه ذهبيه في لعبه كره القدم باولمبياد باريس.